اهلا بيكم من معرض ديارنا في محافظه الاقصر. انا اسمي ندى محمد عبد المنعم شرف، انا من بورسعيد، خريجه تربيه عام قسم كيمياء. بحب كل ما له علاقه بالهاند ميد، بحب الفنون عامه. كنت بدي كورسات كيمياء ورسم في اثناء ما انا في الكليه، بس حبيت ان انا اغير المجال عشان خاطر ده مش شغفي، مش الحاجه اللي انا بحبها. فاتجهت اول حاجه خالص ان انا ابدا اعمل شنط. اشتغلت في الاول خالص في الجلد الصناعي عشان كنت بحب الشنط الكلاسيكيه اللي شكلها فينتج شويه، وبعد كده لقيت ان الجلد الطبيعي مش احسن حاجه، لانه هو مهما كان بيقشر بعد مده، وفي نفس الوقت السوق متوفر فيه كتير جدا حاجات جلد صناعي، وفي نفس الوقت بتبقى ارخص، يعني انا ببذل فيها مجهود اكتر. فقلت انا هبدا اعمل جلد طبيعي. عملت حاجات كام قطعه مش كتير، بس عجبني المجال، وفي ناس الحمد لله استحسنت الحاجه اللي انا بعملها. وبعدها انا قلت حابه اعمل برضو حاجه اتميز فيها شويه، دخلت على شنط المكرميه، عملت ديزاين جديد عجب الناس، كان بيساعدني في اختيار الالوان. ماما كانت بتختار الوان حلوه جدا وبنسقها مع بعض، فهي بقت تعمل هي الالوان بالكامل، وبقيت انا بس انفذ الشنطه. وبدا بابا يشجعني على الحاجات اللي انا بعملها، يساعدني لو ينفع ان انا اسافر او اروح مكان. ما كانش موافق في الاول عشان اكون صريحه، بس لما لقى ان في ناس فعلا بتتكلم عن حاجه بشكل كويس وهما بيشجعوا الفكره دي، وان الخروج من بورسعيد هيكون مهم علشان خاطر ناس اتعامل مع جنسيات مختلفه، اتعامل مع ناس اكتر، ثقافات مختلفه، يشوفوا الحاجه اكتر، فبدا يبقى يعني يشجع الفكره ويكون معايا في الموضوع ده. وبدات ان انا اروح اجيب خامات بمساعده صحابي يصوروا معايا المنتجات في الاول، لان ما كنتش بعرف اصور، صحابي هم اللي كانوا بيصوروا معايا المنتجات. بعد كده بدات انا اتعلم ازاي اصور المنتجات، اصورها انزلها على النت، بس ما كانش ده مجدي قوي. بدات اتعرف على ناس اكتر لما نزلت معرض هنا، وكنت برضو من يعني من شهر او من شهر وكام يوم في الغردقه، تعرفت على ناس كتير وجنسيات كتير، وبيبقى احساس ممتع جدا ان الناس من جنسيات مختلفه يبقى تقتني حاجه انا عملها بايدي، ده فرحني جدا. بس يعني ده كده انا اتكلمت اجمالا على الحاجات اللي انا بعملها دلوقتي وبكون حباها. انتقلت من ده للنحاس والاحجار الطبيعيه علشان حبيت قوي كل ما له علاقه بالاكسسوار. دايما بتبدا بان انا بحتاج حاجه معينه، قطعه معينه مش لاقيها، فببقى عايزه اعملها لنفسي في الاول وبعدين ببدا اعملها. فبدات حاليا ان انا اعمل احجار كريمه زي دي اللي موجوده. عملت حاجات زي مثلا خواتم، انسيالات، في كلهات بتبقى كامله كلها احجار كريمه. فبقى دلوقتي الكارير بتاعي ان انا بعمل حاجات فيها ليها علاقه بالشنط، ليها علاقه بالمجوهرات، ليها علاقه بالملابس. بحاول ان يكون براند عام بحيث ان المراه تدخل عندي البراند تلاقي كل ما يلزمها. يعني اشتركت ازاي؟ انا الاول رحت لمديريه التضامن الاجتماعي في بورسعيد علشان اعمل استماره. الاستماره دي انا مليتها، وهما شافوا المنتجات بتاعتي قالوا انها يعني جيده ان انا اشارك في المعرض، خدوا اسمي وقالوا ان لو سمعوا عن معرض انها تتعمل هيبلغوني يعلموني يعني. وكان اول معرض انا اسمع عنه هو معرض الغردقه. تواصلوا معايا وقالوا لي لو انت حابه تشاركي ده رقم التواصل. تواصلت مع الشخص المسؤول ووضبت ان انا خلاص ان شاء الله باذن الله هروح المعرض بتاع الغردقه. ورحت، كان كويس، بس انا كنت حابه ان يكون في دعايه يعني اكتر بحيث ان انا اتعرف على الناس اكتر. بس الحمد لله انا اتعاملت مع ناس من جنسيات كتيره ومحافظات مختلفه، فكنت مبسوطه بده. وده تاني معرض ليا مع ديارنا. رحت في اللي هو هنا في الاقصر يعني، ودي كان اول مره اصلا اروح الاقصر برضو. ده بالظبط يعني تالت يوم، اعتقد تالت يوم معرض. فانا مستنيه ان شاء الله اللي جاي كله خير، بس مبسوطه ان انا بتعامل مع ناس كتير بيشوفوا الحاجه وبيعجبهم. طب قالت لي اللي هم عملوه ده عشان كده هصور الحاجة دي مبهدلة؟ على فكرة أنا بنت بطل. فيجو